أخبار اليوم. دلوقتي هنتنقل للجزء الثاني من ورقة الأسئلة اللي هو الجزء الخاص بالمنطق، وإحنا برضو هنقسمها لثلاث أسئلة زي الفلسفة بالظبط. السؤال الرابع بيكون إجباري بيتكون من 12 درجة. السؤال بيقول لك إيه رقم ألف؟ بيقول لك حدد المقصود بالرياضيات. المقصود بالرياضيات هي علم الكم أو المقدار المتصل والمنفصل، كم متصل وكم منفصل. إيه هو الكم المنفصل؟ قال لك الكم المنفصل اللي أنت بتاخده في الحساب وتطبقه، اللي هي بنستخدم له الرموز زي مثلا علامة الضرب، زي علامة القسمة. الجزء الثاني بنسميه بعلم المتصل اللي انت بتستخدمه في الهندسة، اللي هي بتاخد مثلا مساحة سطح المستطيل اللي هي مساحة سطح المكعب، يبقى بنستخدمه في المساحات والأحجام، دي بناخدها طبعا في الهندسة وفي الميكانيكا. طب السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ قال لك العلم منهج فيه التفكير والبحث دلل بمثال ان علم بمنهجه وليس بموضوعه. احنا عارفين ان العالم بيستخدم خطوات المنهج العلمي اللي بتبدأ بالملاحظة وبتنتهي بوضع القانون الايه العلمي. المنهج اللي انا بستخدمه واحد، لكن الموضوعات بتاعت العلم مختلفة، في احياء، في كيمياء، في فيزياء، حتى جوه العلم الواحد بتتنوع الموضوعات. زي مثلا الاحياء بندرس الانسان، بندرس الحيوان، بندرس النبات. طيب يا ترى الانسان العادي اللي هو زي حالتنا كده ينفع يكون صاحب تفكير علمي زي العالم؟ قال لك ينفع. ازاي؟ لما يكون عنده يستخدم المشاهده، يعتمد على مبدا التفسير الواضح، لما بيكون بينظم افكاره، زي مثلا وهو ماشي في الشارع لقى الارض غرقانه ميه والناس مبلولين ميه والشجر غرقان ميه، فاستدل من ورقه كده الكلام ده ان الامطار كانت ايه بتمطر. السؤال الثالث بيقول لك ايه؟ الاسلوب الخطابي بيسوء حججا ليست برهانيه. خد بالك ان السؤال ده برضو وضح بمثال، زي ما قلنا لما يجي يقول لك دلل بمثال او برهن بمثال او اشرح بمثال او وضح بمثال، بشرح الاول وبعد كده بجيب المثال. السؤال بيقول لي هنا الاسلوب الخطابي ده معنى التفكير النقد اللي الناس كلها خايفه منه. الموضوع سهل جدا وبسيط، انت بس عايز شويه تركيز في الاجابه، الموضوع اسهل منه مفيش. هنبدا هنا بالاسلوب الخطابي. ايه هو الاسلوب الخطابي؟ قال لك الاسلوب الخطابي اللي هو بيعتمد على التقنيات اللفظيه اللي بيبتدي يعرض او بيأثر على الناس باستخدام بعض الالفاظ عشان يأثر على مشاعرهم وعواطفهم وينفذوا الحاجه اللي احنا عايزينها. اللي هو بيقول لك ايه؟ النص بتاعه هو محاوله لفظيه مكتوبه او مسموعه لاقناع شخص ما بان يفعل او يقوم او يرغب بعمل شيء ما. بس في حاجه خد بالك، ان الاسلوب الخطابي لا يعطي سببا وجيها للاقناع. لا يعطي سببا وجيها لايه؟ للاقناع. يعني مش بيديني سبب وجيه للحاجه اللي انا بعملها. زي ايه؟ قال لك دلوقتي القاده العسكريين دلوقتي عايزين يقنعوا الجنود ان اللي هو العدو اللي رايحين يحاربين ان هو جبان وان هو مغرور، عشان ينمي عندهم حاسه الايه؟ ان هو يكبر عشان يروح ينتصر على العدو. طيب الاسلوب الخطابي خد بالك ان هو بيسوء حججا ليست برهانيه. الحجج اللي بيدهاني ما هياش برهانيه، ليه؟ لانه مش بيديني سبب وجيه. نتنقل للسؤال الرابع اللي هو عقب على نظريه الاستقراء الارسطيه. السؤال ده بيقول لك ايه؟ ده جاي من جزء الاستدلال الاستقرائي. اول حاجه عندي في النقد بيقول لك ان لنا الاستقراء عند ارسطو مجرد حجه استنباطيه. يعني ايه حجه استنباطيه؟ يعني عباره عن نتائج بتساوي المقدمات، نتائج مساويه للمقدمات، لا بتزود عليها ولا بتنقص عنها. الحاجة الثانية قال لك ده عقيم. يعني ايه عقيم؟ يعني مش بيؤدي إلى معرفة جديدة، لا يؤدي إلى معرفة جديدة. رقم ثلاثة، الجزء الخاص بالاستقراء التام عند أرسطو من الصعب جدا إن أنا أعمل إحصاء لجميع أفراد الظاهرة. استحالة منطقية طبعا إن أنا أعمل إحصاء لجميع أفراد الظاهرة.